فما هكايا بلاتو معمول فيه دي كوش هكايا متاع شوكولاتة، حاجة تعمل الكيف. أول كوش باش نعملوها اللي هي الكريمة كيما متاع الشوكولاتة. دونك أول حاجة باش نبدأ بيها، عنا هوني الكاكاو لازم يكون نوعيته باهية، سكر، هنا عندي فارينة، حليب بارد، وهنا عندي شوية كافي سوليوبل باش نعطيها الجو هكا متاع القهوة، والكل هذوما الكل طويكة باش نعملهم بالفوي ونحطهم فوق النار. نخلط كل شيء، نحلو مع بعض، باش نقص في الغاز، باش نزيدها شوية جديدة، مقدار مغرفة صغيرة. هالا توا عندي البلاتو متاعي باش نحط فيه الكوش الأولانية متاع الكريمة هذية اللي عملناها، اللي ريحتها فيوحة 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 على الاخر. طويكة هذي باش نخليها تبرد شوية في الفريجيدير لطولي حضرت الكوش الثانية متاع الكريمة متاعي. يلا نتعديو للكوش الثانية اللي فيها لو كويستو هذا متاع بريزيدون، قصة حب عميقة وليت انا وياه. باش نزيد معاهم سكر غلاس، واني باش نحط مقدار 5 مغارف، باش نركضهم بالكدا. هنا عندي انا الكريم شانتي، باش نشي نحط فيها الكريم شانتي، وهذا المطلوب. تويكا ديك الكوش اللوطانيه اللي حطيناها نتاع الشوكولا جمدت شويه وعملتك القشره هذيك من فوق والكل، باش نحطوا لها الكوش الثانيه. دونك نجي هنايا فوالا، خديت هنايا شوكولا نوار، حطيت معاها شويه زيت، معناتها 100 غرام نحطوا عليها 3 مغارف كبار. الكوش الاخرانيه توا باش نحطوها، هي وهذا المطلوب.